فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خالع الرجل امرأته على عوض وماطلت المرأة بهذا العوض حتى خرجت من العدة، هل الزوج أن يرجعها بدون عقد جديد أم لا بد من العقد؟ ما يقع الخلع إلا إذا سلمت له العوض، إذا سلمت له العوض وقع الخلع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.